عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات حليمة بوحمال. اليوم غنقدم لكم وجبة عشاء سهلة وبسيطة ولذيذة جدا، وهي بيتزا بالدجاج بصلصة الباربيكيو. كتجي رائعة في المذاق. وكذلك عندي فيلوتي ديال الكاكي أو عصير، كيجي حتى هو لذيذ وصحي. نمشيو للمقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا العجين ديال البيتزا اللي سبقت لي حطيته في القناة، غنحط لكم المقادير ديالو في صندوق الوصف. وهنا عندي صدر الدجاج واحد الكمية، وهنا عندي الفلافل، يعني اي الفلافل عندكم اي لون. انا درت اخضر واحمر، ودرت بصلة قطعتها شرائط. وهنا عندي صلصة الطماطم، ايضا غادي نحط لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، وفرماج موتزاريلا. وهنا عندي صوص ايستر صوص، يعني خاص بالباربيكيو. وكذلك عندي صوص مكسيكو هو خاص بالباربيكيو. وعندي الملح والابزار. هنا غادي ناخد الدجاج ديالي وغنوضعه فوق المقلاة فوق النار، وغندير فيه زيت الزيتون، شوية زيت الزيتون والملح والابزار، ونشحره حتى نحصل على يعني لون شفاف ديال الدجاج على هذا الشكل تيطيب لينا. ومن بعد غنضيف عليه هذا الصوص ايستر صوص. بامكانكم تاخذوا ديك القاروره اللي كتكون مجموع فيها كاع لي صوص، يعني مكتوب عليها صوص باربيكيو. انا هادو كناخذهم مفرقين، يعني من بعد عاد كنضيف انايا منهم، كل واحد نضيف منه حاجه. هذا حتى هو صلصه ديال المكسيكو، حتى هي كتجي رائعه، يعني من ضمن الصلصات اللي كيداروا في الباربيكيو. وهذه هنا ضفت عفوا ملعقه ديال صلصه الطماطم ديال البيتزا. غادي نخلط الكل، يعني حتى كيتجانس باش الدجاج يشرب ليا الخليط، ونخليه على جانب. وغادي ناخذ العجين ديالي نسرحها كما العاده، ونديرها في الطاوه ديال كيف شفتوا درتها في الطاوه ديال الفرن، لان انا دهنه بزيت الزيتون ورش عليه السميد. انا ضروري كندير السميده الرقيقه باش تعطيني القرمشه ملي كيطيب ليا البيتزا ديالي. البيتزا ديالي كشتو انا تكيتها من قبل بالفرشيط. وهنا وضعت الصلصه ديال الطماطم، يعني غنوضعها نوزعها كاع على الجوانب. وغادي نضيف الخضر ديالي اللي هي عباره على الفلافل، عفوا غنضيف الدجاج عاد من بعد غنضيف الخضر. هاد الطريقه ديال الدجاج كتجي رائعه في هاد البيتزا، يعني غادي هاد البيتزا غديروها من ضمن البيتزا ديالكم اللي كتصاوبوا، لا باللي بالحوت ولا بالكروفات ولا بالكفته، ولا حتى اللي كتكون مارغريتا اللي هي بالفرماج والطماطم. هنا غنوزع كاع الدجاج ديالي على جميع الجوانب باش يعني كل بلاصه تكون فيها طريف ديال الدجاج. كيف قلت هاد البيتزا ما غتستغناوش عليها، كتجي رائعه بهاد الصوص ديال الباربيكيو. صافي غادي نحط الخضر ديالي. بالنسبه للفلافل اللي ما كيبغيش ما يديرهمش، انا غير حيت كتعجبني البيتزا تكون فيها هكا الفلفله، كتعجبني يعجبني المذاق ديالها. الا ما كتبغوش ما ديروش، كتافيو غير بالدجاج والفرماج فقط. صافي غنوزع كاع الفلافل ديالي. ومن بعد غادي نضيف البصل. بالنسبه للبصل داك اللي كيكون طويل، هنا كنقولوا ليه بصلح الريف، يعني خضاريه، كتجي رائعه في البيتزا، انا كتعجبني في البيتزا. وهنا ضفت واحد يعني حكيت واحد شويه ديال الزعتر باش تعطينا المذاق ديال البيتزا. وغادي نضيف الفرماج موتزاريلا ولا اي فرماج موجود عندكم، يعني يكون الحمار ولا يكون حتى داك الكاري، يعني مساله بسيطه، يكون اي واحد تكون عنده في البيت. البيتزا كيف قلت كتجي رائعه، غير جربوها. صافي هنا ضفت قطرات ديال زيت الزيتون، والفرن انا مشعلاه من قبل يعني سخون. غندخل البيتزا ديالي طيب على خاطرها، كيف شفتوا كتجي المنظر ديالها في الاخر غادي تشوفوه كيجي رائع. وغنمشيو للمقادير ديال العصير الكاكي ديالنا، حتى هو اللي كيكون صحي ولذيذ. هنا عندي ثلاثه الحبات ديال الكاكي اللي كيكونوا ناضجين حيت ليهم جلفه ديالهم. وغادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نوضع الكاكي ديالنا
يعني ضروري ما خاصو حتى يكون ناضج عاد استعملوه. وهنا ضفت واحد جوج كيسان ديال عصير الليمون، غادي نطحن الكل. هنا ما ضفتش السكر نهائيا، سبحان الله هاد الفاكهه عطيها الله الحلاوه بلا ما ديروا السكر. بامكانكم الا كيعجبكم السكر بزايد زيدوه، ما هو بالقياس يعني هو هذاك بالنسبه الا درتو هاد القدر، نفضل ما ديروش السكر. صافي كي شفتو كيجي رائع، يجي المذاق ديالو والقوام ديالو ايضا ثقيل. الا بغيتوه شويه يكون خفيف زيدوا له عصير ديال الليمون الا بغيتو يكون خفيف. انا كنبغي هكا شويه ثقيل على شكل فيلوتي، على هذا الشكل كيف شفتوا القوام ديالي يكون هكا، كيجي رائع، كيتكال غير بالمعلقه وسبحان الله، يعني كيجي بحال اللي داير ليه الجيلاتين، يعني ثقيل وكيجي بحال اللي كتاكل في المونغ. ولكن راه الكاكي اللي هو صحي جدا للذات، وبالنسبه للواحد اللي عنده مشاكل في المصارن ولا في الامعاء ولا في عفوا في المعده، كيجي يعني هو يعني كيجي مزيان ليه عفوا، يعني على ما انا شفت في الانترنت وقريت عليه بان عنده واحد الفوائد ما كتصورش. نتمنى تجربوه، ساهل ما فيهش شي حاجه كثيره، والبيتزا حتى هي سهله ما فيهاش شي حاجه كثيره. الوصفات بجوج لذاد وفي نفس الوقت في المتناول، وجبات عشاء خفيفه. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى تضغطوا على لايك، واللي باقي ما مشاركش معايا في القناه يشارك ويضغط على الجرس. ودمتم اوفياء، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.